يا أبو معبد، أولا تدري من الذي مر في خيمتنا؟ قال لها: من؟ قالت: رجل مبارك. فقال لها أبو معبد: صفيه لي. قالت العجوز عاتكة وهي أم معبد: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة، هو قسيم وسيم، رأيته أزج أقرن أكحل، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم ثما وعلاه البهاء، حلو المنطق فصل لا هزر ولا نذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، فهو أبهى الناس، أجمله من بعيد وأحسنه من قريب، ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا هو بالقصير، لا تنساه عين من طول ولا تقتهمه عين من قصر، أنظر الثلاثة وجها وأحسنهم قدا، غصن بين غصنين.